اللي كان يتقاسمه مع الوفاق والنصرية. وفاق سطيف يواصل هدر النقاط بعدما استعصت عليه الأمور بملعب 20 أوت أمام شباب الوزداد الذي تنفس الصعداء بهدف بوشار، فأعطى الأمل لأنصاره رغم ملازمته لذيل الترتيب. فرق تجنانت وبالعباس والبرج وبجاية وعين مليلة والمدية غير بعيدة عن الرابطة الثانية، وتعثر هؤلاء صب في صالح شباب بالوزداد، فدفاع تجنانت انهزم بالبرج أمام الأهلي بهدف لصفر، وفوز البرج لا يستثنيه من خطر السقوط. أما اتحاد بالعباس فتجرع مرارة الانهزام أمام شباب قسنطينة برباعية مما أدخل الشك لأنصاره بما أنه يتواجد مع كوكبة المهددين، وكان أمل عين مليلة تعادل مع مولودية وهران. أولمبي المدية دخل الحسابات بعدما انهزم بهدفين لواحد بملعب 5 جويلية أمام مولودية الجزائر، والتي حققت وثبة وتخطت الحاجز النفسي بعدما أصبح الفريق يتقاسم مع السياسي المركز الثالث ب 31 نقطة. هذا وتستكمل لقاءات الجولة بمباراة ملعب